وللمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية معي في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. طبعا نبدأ حديثنا اليوم بالدولار الأمريكي الذي انخفض تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة تزيد عن 1.13% في الوقت أيضا الذي يعلن فيه الفيدرالية عن تعديل سياسته لرقابة التضخم. باعتقادك هل سيستمر الدولار في هذا الانخفاض؟ يعني ما تم التصريح به في مؤتمر جاكسون هول من قبل جيروم باول رئيس الفيدرال الأمريكي الأسبوع الماضي مهم جدا وسيغير يعني خلينا نقول هو يعتبر الأهم منذ ألين غريسبن في وقت فقاعة الانترنت والتعديلات التي جرت على السياسة النقدية أي أن الفيدرال الأمريكي يتيح المجال لمتوسط التضخم. هذا الكلام قد يدفع التضخم إلى ما فوق مستويات 3% بينما كانت المستهدفات سابقا أنه يكون 2% وعندنا تضخم متراجع والتضخم يرتفع بشكل قوي جدا بنتيجة السياسات التحفيزية والتيسيرية الغير مسبوقة التي يتبعها الفيدرال الأمريكي وطباعة الأموال وذلك يسبب بشكل مباشر انخفاض في الدولار الأمريكي. بمعنى آخر هذا أولا يعطي مجال أنه خطة التحفيز ستستمر لمدة زمنية أطول وقد يكون هناك مزيد من التحفيزات في الفترة القادمة، وثانيا بلا شك سيشكل ضغطا كبيرا على الدولار الأمريكي لمزيد من التراجعات اللي هو حاليا يقبع عند مستويات 91 كمؤشر أمام سلم من العملات، وفي عام 2018 كانت أدنى مستوياته عند 88. إذن لا يزال هناك مجال كبير جدا لمزيد من التراجعات حتى يعني إذا رجعنا للعام الماضي لم يكن كورونا موجودا، وعلى الرغم من برامج التحفيز إلى الآن لم يسقط الدولار الأمريكي كما ينبغي. إذن التوقعات تشير إلى أن هناك حيز ومجال للتراجع في أمام الدولار الأمريكي كبير جدا قد يطال مستويات 88 وما دونها خلال الفترة القادمة، وهذا رهن بمزيد من الإجراءات التحفيزية المتبعة من قبل الفيدرالي الأمريكي المطلوبة للاقتصاد الأمريكي في الفترة القادمة، لأنه يتداعى حقيقة في العديد من القطاعات. لا نغتر بالبيانات الاقتصادية الإيجابية التي تصدر، هي عبارة عن بيانات تتحسن عن القراءات السيئة جدا التي كانت في الأشهر الماضية ونتيجة إغلاق وتوقف الاقتصاد. أما عودة الاقتصاد الأمريكي على ما كان عليه سابقا سيحتاج أكثر من 7 أعوام حقيقة في الفترة القادمة ومزيد من برامج التحفيز من الفيدرالي الأمريكي. طيب هذه التوقعات بأن الدولار سوف يستمر بالتراجع خلال الفترة المقبلة، إلى أي مدى باعتقادك سوف تأثر أيضا على أداء الذهب وأسعار الذهب خاصة وأنه تراجع خلال الشهر الماضي بالتزامن مع تراجع الدولار؟ تماما. الذهب يعني تراجعاته في الفترة الماضية كانت عمليات جني أرباح حقيقة ووجود نوعا ما قلق فيما يتعلق بالسياسات التحفيزية للفيدرال الأمريكي، والآن أصبحت أكثر وضوحا أنهم سوف يتمسكون ببرامج تحفيزية لفترة أطول. إذن ماذا قد يحدث للذهب؟ يحدث للذهب الارتفاعات التي نشهدها اليوم وقد تطال مستويات 2000 ويعني وتتجاوز ذلك، لكن لن تكون بنفس الحدة التي كانت فيها الارتفاعات في الفترة القادمة، أي سوف نشهد ارتفاع بطيء نوعا ما على أسعار الذهب قد يطال القمة خلال يعني الشهر القادم حتى نوصل لـ 2070 أو 2080 دولار للأونصة. السبب هو وجود الفرصة البديلة في أسواق الأسهم التي تستفيد حاليا من برامج التحفيز بشكل كبير، ونلاحظ مزيد من الارتفاعات القوية جدا على أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الاقتصادات بنتيجة السياسات التسهيلية والقروض الرخيصة التي تتلقاها الشركات والتي تدعمها في الفترة القادمة، بالتالي ذلك يسبب ارتفاعات في الأصول ذات العوائد المرتفعة كالأسهم. وبالنسبة للمستثمرين يوجد هناك الفرصة البديلة التي توفر عائد أعلى من الاتجاه نحو الذهب الذي هو لا يعتبر إلا خزانا للقيمة في ظل الأزمات، ولكن شأنه شأن باقي السلع التي ترتفع بنتيجة ارتفاع مستويات التضخم وممكن أن يستهدف، ولكن كما ذكرنا الارتفاعات لن تكون ذات طابع حاد. طيب بالنسبة لأسعار النفط أيضا ارتفعت خلال الشهر الماضي وكانت هناك سلسلة ارتفاعات مستمرة، هل ستستمر أيضا هذه الارتفاعات خلال الربع الجاري؟ الشق الأول هو الدولار الأمريكي المتراجع الذي يقيم أسعار هذه السلع سبب الارتفاعات، ولكن الأهم من ذلك هناك وكالة الطاقة التي أظهرت أنه عندنا إمكانية الانخفاض في الطلب أن يكون فقط بحوالي 8.5 مليون برميل، بينما إذا عدنا إلى أوبك بلس التي توقعت 7.7 والاقتصاد الأمريكي أو الإنتاج الأمريكي المتراجع بحوالي 2 مليون، إذن عند 9.7 مليون تقريبا التوقعات من قبل أوبك بلس والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن
وكالة الطاقة تؤكد على أن الطلب سيتراجع بحوالي 8.5%. إذا العملية تدعم ارتفاعات مؤقتة في الفترة الحالية على أسعار النفط بنتيجة استقرار نوعا ما ما بين العرض والطلب، وأنه لا يزال موجود طلب في الأسواق في الفترة القادمة، وفي نفس الوقت تخفيضات الإنتاج اللي ذكرناها التقليصات أكبر من التراجع اللي عم يحدث عندي على الطلب على الأقل، هذا يعزز ارتفاعات، ولكن هذه الارتفاعات قد تبقى محصورة بالنسبة لليو اس دبليو تي اي يعني أو خام غرب تكساس، أن يبقى محصورا دون مستويات $45 للبرميل كحد أقصى للارتفاعات. طيب اليوم في الأسواق ننتظر مؤشر مدراء مشتريات لقطاع التصنيع، ما هي توقعاتك؟ يعني أتوقع أنه البيانات الإيجابية ممكن تصدر، ولكن كما ذكرنا هي بيانات مرتبطة بالقراءات السابقة، يوجد توسع في هذه القطاعات، هذا التوسع القراءة فوق مستويات 54 تعتبر قراءة إيجابية جدا سواء لقطاع السيرفيسز أو قطاع الصناعات التحويلية، ولكن لا يعكس أن الاقتصاد الأمريكي يتوسع بشكل كبير، وإنما يتوسع عما كان عن الانكماشات التي حدثت في الأشهر الماضية، بالتالي أي قراءة إيجابية قد لا تترجم على ارتفاعات في الدولار الأمريكي، وإنما يبقى الدولار الأمريكي بالانخفاض إلا إذا كانت القراءة فوق مستويات 60 وهذا مستبعد بشكل كبير. نعم، إذا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا وشكرا لمعلوماتك. شكرا.